صباح الورد وصباح الجمال على مشاهدي قناة اليمن اليوم، وأجمل الصباحات معكم بحضوركم مع فنجان بن بنكهة الاشتياق لكم وباقة سلام ومحبة للجميع في هذا الصباح. يوم جميل لكل الأحبة والأصدقاء. صباح مبهج لضوء الصباح لرفقة الأصدقاء والأحباب والأهل والجيران ولكل الأشياء التي من شأنها أن تمنحنا شعورا أفضل. فصباح الأمل الجميل الذي يكون في القلب ويمثل نبضة حياة، صباح السلام وصباح العافية لقلوبكم وصباح الفرح للوطن، وصباحكم كله خير بإذن الله. صباح الخير صبري. صباح النور. صبر خير وكاكيد الحال غير، الخير جاي لك يا طير والحافظ الله. يوم اليمن الصبر خير وكاكيد الحال غير، الخير جاي لك يا طير والحافظ الله. الحافظ الله 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 قبل أيام أعلن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار شاهين، وتتأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف أيضا رعدية على عموم البلاد. أيضا شيرين، التوقعات تشير إلى أن هطول الأمطار طبعا متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت شبوة أبين البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لاحج وتعز جنوبا حتى صعدة شمالا. والمزيد من التوضيح ينضم معنا عبر الهاتف المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد صباح الخير، أتمنى أن يكون صباحك مميزا خلال هذا اليوم. وردتنا معلومات قبل قليل عن وجود بعض الأضرار التي خلفها أعصار شاهين على بعض محافظات بلادنا الحبيبة، نتمنى السلامة للجميع. ماذا في جعبتك خلال هذا الصباح؟
أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات أخي صبري أنت وزميلة سيرين وطاقم البرنامج وضيفتكم الكريمة في الاستوديو تكون الأستاذة مي عبد الهادي وكذلك من مشاهدين الأكارم لله الحمد والمنة وتم وكما تم الإشارة إليه حلقات ماضية من البرنامج قد عمت الأمطار خلال يومين الماضيين جميع محافظات بلادنا ولأول مرة منذ أشهر عدة دون استثناء ولكن بتفاوت بين محافظة وأخرى والمناطق أيضا فيها وكانت بعضها شديدة الغزارة واذكر هنا الخميس قطر حي شمال الأمطار المتفرقة بعد انقطاع دام أكثر من 5 أشهر وكذلك أمانة العاصمة ومحافظة عمران و توقفت حيث توقفت الأمطار لأكثر من شهر ومع الأسف الشديد تكررت الخسائر البشرية والمادية خاصة يوم أمس السبت حيث أدت السيول لوفاة فتاتين في قرية الزيادي مديرية توبان محافظة لحج وداهمت السيول الجارفة حياة سكنية في منطقة الصبر والواط تسببت في محاصرة طبعا العديد من المنازل وقمر أخرى وقطعت السيول وقطعت السيول للطرقات كما حدث ذلك في طريق الدولي الرابط بين أبين وشبوة وأبين وعدن وطريق تعز لحق في المقاطرة وطريق لحق عدن في الحبيلين وطريق تعز لحق في القبيطة كما تسببت السيول في قطع الطريق الرئيسي إلى مدينة تعز في منطقة الضباب وتوقفت حركة السير هناك وأدت إلى انهيارات صخرية كما تسببت السيول في مديرية تبان بأضرار قسيمة بالتربة وقرف الأراضي الزراعية وكذلك محاصيل وأشجار مثمرة يعتمد عليها الشوفان في معيشتهم كما رجمت أيضا الكثير من آبار الشرب هناك ونقول أنه علينا أيضا استمرار يعني أخذ الاحتياطات اللازمة ووجهنا عبر أثير هذا البرنامج أن نطمن الأخوة المواطنين في جميع محافظات بلادنا بأن الحالة القوية التي شهدت خلال 4 أيام الماضية سوف تخف تدريجيا بدلاً من يومنا هذا لكن الأمطار يومنا هذا لحد سوف تستمر والتنبيهات والتحذيرات علينا بأخذها بجدية طيب مهندس رشيد بس لو تحدثنا عن التنبؤات والتوقعات خلال هذول اليومين طبعا يتوقع المركز الوطني أرصاد قوية يومنا هذا هطول المزيد من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة الشتاء صاحب العواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحد جنوبا إلى صعدة شمالا وكذلك الهضاب الداخلية لمحافظات سوقوة وحضرموت وأبين والبيضاء وهطول أمطار متفاوتة الشتاء بعضها غزيرة على الترحة الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية لها كما يتوقع أيضا أمطار متفرقة على صحاري الجوف ومارب وشبوة وحضرموت هذه أهم التوقعات الصادرة من المركز الوطني لأرصاد الجوية منعها. نعم إذن المهندس رشيد العريقي ناطق رسمي لقطاع الإرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني شكرا جزيلا لك كنت عبر الهاتف. صباح متجدد من صباحات اليمن اليوم تجمعنا بكم عبر برنامجكم المباشر وعبر أيضا قناتكم وقناة اليمن اليوم أسعد المشاهدين من أعظم ما يمكنكم تقديمه لأطفالكم هو الثقة بالنفس وتقدير الذات فالأطفال الذين لديهم ثقة بالنفس يشعرون بالسعادة والحب وتزيد أيضا إنتاجاتهم وأيضا طبعا. يتطورون في بأسرع وقت ممن لا يشعرون بنفس مقدار الثقة بالنفس والمفهوم النفسي يتطور عند الأطفال بفعل الخبرة الممارسة والإدراك ويتطور لديهم نتيجة الوعي الوالدين بمفهوم الثقة وأدواتها وكيفية زرعها في النفس كذلك السادة المشاهدين يتم اكتسابها بالنموذج والقدوة من الوالدين والمحيطين فكلما كان مربي أكثر ثقة كان قبول الطفل لسلوك الثقة بالنفس أكبر طبعا صبري والمشاهدين يحاول الطفل دائما يحقق ذاته في الحياة اليومية فيصنع يا إما مجسما أو يرسم لوحة أو يلون أي صورة أو يرقص أو يتعلم نوع من أنواع الفنون أو يتقن العزف على آلة من الآلات والموسيقى أو ينتصر في لعبة إلكترونية يحفظ القرآن يخدم ويساعد أهله في البيت لكن المشكلة تكمن إن إنشاء الطفل في البيت إذا كان مهملا هل كل همه الطعام الشراب فقط وهنا
إذا لم يجد من يقومه أو يعلمه فقد يخطئ، ومع كثرة الأخطاء وتراكمها والانتقادات أيضا التي يواجهها تصاحبها سيصيبه شعور بعدم الثقة وعدم الراحة. السادة المشاهدين، تعد أيضا المشكلات السلوكية من المشاكل المنتشرة كثيرا في سن الطفولة والمراهقة، فليس هناك من طفل لا تتسبب له بمشكلة سلوكية سواء كانت في البيت أو المدرسة. فالمشكلات السلوكية أيضا تختلف بأنواعها وظروفها، وتختلف أيضا بين الأطفال أنفسهم، بالتالي فهي لا تدعو إلى القلق لأنها من طبيعة الحياة ويمكنها أن تزول بزوال أسبابها. فليس هناك من طفل من الجنسين لا يقدم على سلوك عدواني في حياته وفي مواقف التنافس والغيرة ومواقف الدفاع عن النفس. نعم، وليس هناك طفل لا يتشاجر أو يخرب أو ينتقم من منافسه أو من المعتدي عليه، سواء في المدرسة أو في الحارة أو في البيت. أن السلوك بشكل عام ما هو إلا سيرة الإنسان وتصرفاته، فهنا لابد أن نميز بين السلوك العدواني وبين العدوانية، وكثيرا منا ما يخلط بينهما. السلوك العدواني تتعدى أشكاله وتتفاوت شدته، وقد يكون عابرا أو مجرد رد فعل وقتي، وقد يكون أسلوبا متكررا في حسم النزاعات بين الأطفال. أما العدوانية فهي ظاهرة عامة يمارسها الأفراد بأساليب متعددة ومتنوعة. أكيد حول هذا الموضوع نتعمق ونتحدث بشكل مفصل. نرحب بضيفتنا في الأستوديو مي عبد الهادي، كاتبة وباحثة تربوية. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. طبعا أنا وشيرين كانت طفولتنا هادئة جدا يعني. واضح. بس البنات أعتقد أكثر من الصبيان، أكثر هدوءا في الطفولة. مش شرط. لا مش شرط، في ولاد بيبقوا يعني هادين يعني، وفي بنات بيبقوا أشقية. صعب إن إحنا نعمم القاعدة. طيب يا أستاذة مي، يعني في البداية قد نختلف يعني كثيرا حول مفهوم تعزيز الثقة بالنفس للأطفال. كيف نعزز ثقة الطفل بنفسه، وما هي المرحلة العمرية التي يمكن أنه أزرع الثقة لابني في هذه المرحلة العمرية بالضبط؟ سؤال مهم. هو إمتى المرحلة قبل سن المدرسة؟ الطفل لازم يكون فيه رابطة وعلاقة قوية بينه وبين المربي من صغره. لازم يحس أنه هو أولوية، لازم يحس أنه هو متشاف من الأب ومن الأم. لازم يبقى عنده إحساس بالتقبل من سن 3 لـ5 سنين. ده السن اللي الطفل بيبدأ فيه انه عايز يعبر عن شخصيته، عايز يحس انه هو مستقل، عايز يحس انه هو عنده شخصية. فده السن اللي نبدأ ان احنا نشجع الطفل وننمي فيه فكرة انه يبقى عنده شخصية مستقلة. طيب ازاي نعمل ده؟ الموضوع بسيط جدا. اولا ما نقارنش بين الطفل وبين اقرانه ابدا. نعترف بفكرة انه في فروق فردية بين الاطفال، مش كل الاطفال نفس الشخصيات ومش كلهم نفس التركيبة. في انواع مختلفة من ذكاءات الاطفال، وفي فروق فردية بين الأطفال. فإحنا فكرة المقارنة هي فكرة ظلمة جدا لأي طفل. تاني حاجة، عدم انتقاد الطفل أبدا مطلقا قدام الآخرين. يعني كل الأطفال بيغلطوا، وإحنا أحيانا بنفقد طاقتنا، يعني ده بيحصل، محدش هيدعي إنه هو دايما مثالي. المهم إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا يعني ما نقعدش ننتقد الطفل أو نعاقبه قدام حد، لان دي حاجه مدمره لثقته بنفسه. طيب استاذه، اذا حصل فعلا موقف يعني واضطر انه الاب او الام فقدت اعصابها وتكلمت وزعقت يعني صيحت فوق قدام اي حد، هنعمل ايه؟ تعتذر لازم في نفس اللحظه. في نفس اللحظه. بس هل يمكن شيرين تتفقي معي او تختلفي، هل الاب او الام لما يعتذروا للطفل هذه حاجه كويسه للتربيه؟ طبعا. اولا انت بتعلم عندهم هيبه يعني. طبعا، وده ما يقلش من هيبه الام والاب ابدا. انت بتعترف انه انت غلطت جدا، طفل انت غلطت، وانت يعني اضطرتني ان انا هتعصب عليك، بس ده مش صح. بس مش بيقولك شعور انه اوكي انا هعمل حاجه، او اذا عملت اي حاجه ماما هتعتذر لي. لا، هي هتعتذر له انها ان بيت يعني انا وانا صغيره كنت يعني كنت وانا صغيره انتظر حتى اذا غلطت وصيحت فوقي امي او ابويا، يعني انتظر متى يجوا يعتذروا لي يقولوا لي عفوا. لا، هي هتعتذر له مش عموما، هتعتذر له على انها ممكن انها زعقت قدام الناس او انها عاقبته قدام الناس. لكن هو لازم مش على الغلط. لا، مش على الغلط، وهو لازم يبقى عارف ان ده غلط. ولازم على فكره، من الحاجات الغلط جدا اللي الاهل بيقعوا فيها انه العقاب بيبقى على حسب يعني ايه مزاجهم. ولا هي متعصبه دلوقتي فممكن تاخد رد فعل عنيف جدا على حاجه بسيطه. صحيح. لو هي مثلا دلوقتي بالها رايق او يعني مش متضايقه وهو عمل كارثه بتفوتها له، فالطفل نفسه احساسه بالغلط والصح ما بقاش موجود،
وبعدين هي فكرة العقاب نفسها هي فكرة مرفوضة، هي ممكن فكرة العاقبة انه الطفل يبقى عارف انه عاقبة افعاله انه مثلا انت عملت حاجة غلط مفيش تابلت، دي اسمها عاقبة، عاقبة للافعال مش عقاب. فكرة انه الطفل يحس ان مامته وبابا بيحبوه متقبلينه في كل صوره وكل احواله، دي من اكتر حاجات اللي بتقوي شخصيته جدا. من الحاجات كمان اللي بتقوي شخصية الطفل انه يعني يحس انه هو ممكن ده لما يغلط، كلنا بنغلط، يبقى احساس الغلط ده يعني عارف انها حاجه بتحصل فاحنا متقبلين مفيش مشكله، نديله مساحه من الحريه. الحمايه الزايده للطفل طول الوقت، وان احنا نتجاهل تماما فكره انه يعني عايزينه ما يغلطش ابدا ونحطه جوه قالب، دي فكره خاطئه تماما، لان بتصعب عليه الحياه كلها. لازم يبقى عارف انه ممكن تغلط، بس المهم ان انت ما تستمرش في الغلط ده وترجع تاني تعتذر وترجع تعمل الحاجه الصح. طيب يا استاذه مي، عفوا، تعليم الطفل مهارات مثلا اجتماعيه معينه، هل هذا بيخلق عند الطفل انه يكون شخصيته قويه وبيعزز السلوك الايجابي لدى هذا الطفل، انه يكون الطفل فاعل سواء في البيت او في المدرسه او في الحي الذي يسكن فيه؟ طبعا، يعني حتى لو الحاجات البسيطه، يعني لو هنرتب الغداء يساعد مامته في السفرة، يساعد في السلطة، في الحاجات البسيطة جدا، ده من سن أكبر بقى طبعا من 5 سنين. فكرة إنه يختار هدومه، يختار هما خارجين يعملوا شوبينج مثلا، هو اللي بيختار حاجته بنفسه، أو الألوان المناسبة، أو الألوان المناسبة، أو إنه حاجات حتى في البيت بتاخد رأيه، إن إحنا لو عايزين نغير الستاير إيه رأيك، هن ده ولا ده، فهو يحس إنه هو مش رد فعل، يحس إنه هو فاعل في الموضوع، يحس انه هو مشترك جزء، يعني جزء معاهم. بيخلق في ايضا عنده ايضا شخصيه قويه طبعا، انه عندما يختار الوان ملابسه او حريه اختيار مثلا حتى مثلا مواهب معينه. يعني للاسف بعض الاحيان يفرض الاباء على اولادهم مثلا ممارسه رياضه الطفل لا يرغب مثلا للاسف يعني ده بيحصل كتير، بيحصل انه مثلا بيفشل في هذه المهاره او في هذه اللعبه، فبيحس ايضا باحباط، مع انه ممكن يبقى ناجح في رياضه ثانيه خالص ومتفوق فيها. مش لازم كل الناس يطلعوا محمد صلاح في الكوره، بس ممكن يطلع فارس في الفروسيه، يطلع انه هو يعني يجيب ميداليات ذهبيه في رياضه ثانيه. فهي الفكره انه قد ايه لازم نبقى عندنا مرونه واحنا بنتعامل مع الطفل، ونتعامل معاه ان هو بني ادم مستقل، ما هوش امتداد لاحلامنا احنا. يعني مثلا انا فشلت ان انا ابقى بطله في الفروسيه، فلازم ابني يبقى بطل في الفروسيه. انا فشلت ابقى بطل في السباحه، فابني لازم يكون بطل في السباحه. لا، هو مش امتداد لاحلامك، هو الطفل ده كائن مستقل بذاته، من حقه ان هو يختار، ومن حقه يجرب ويفشل ويجرب حاجات تانية. احنا بس دورنا ان احنا بنوجهه، بنقول له، بنعرفه على مواهبه، بنخليه يكتشف ذاته، بنحسن الصوره الذاتيه لنفسه. ده اللي احنا بس بنساعد، لكن ما احناش ما بنبنيش شخصيته، احنا مش بنحط له الاطر اللي لازم تمشي عليها، لان ده غلط جدا، وده بيخلي الطفل مهزوز وما عندوش ثقه بنفسه. استاذه مي، احنا اتكلمنا في البدايه كده عن في المقدمه عن الفرق بين العدوانيه كموقف، اول عدوانيه كطباع كسلوك. في هذه الحاله مثلا اذا الام او الاب بداوا يلاحظوا على اولادهم بعض السلوكيات العدوانيه، كيف ممكن تكون المعالجه الصحيحه؟ وهي السبب في السلوك العدواني، احنا قبل ما نعدل السلوك لازم نبحث عن اسبابه. الطفل لو لقى الاب والام في بينهم دايما مشاكل وفي بينهم دايما سلوكيات عدوانيه، هو الطفل سفنجه والطفل ابن بيئته، لازم هيتاثر. فاحنا علشان الطفل ما يبقاش عدواني لازم ما يكونش متربي في بيئه عدوانيه، لازم الطفل ما يكونش تم التنمر بيه طول الوقت من اشخاص تانيين بشكل اذيه نفسيا فخلاه متنمر. لازم التدليل الزياده للطفل، ساعات الاهل بيدللوا زياده قوي او بيبقوا قاسيين زياده قوي، فالقسوة الزيادة أو التدليل الزيادة بيخلي الطفل دايما شخص سلوكياته عدوانية، بيحس دايما الشخص اللي هو مدلل زيادة بيحس انه بيبقى أناني جدا، وبيحس انه من حقه كل حاجة، فده اللي بيولد عنده دايما السلوك العدواني. أو الطفل اللي هو دايما متعاقب ودايما مش متشاف من أهله، دايما حاسس انه ثقته بنفسه مهزوزة، بيعبر عن ده بأنه يبقى سلوكه عدواني. احنا نعالج السبب، بعدها يعني السلوك نفسه بيتعدل اوتوماتيك على طول، بس الاول نعالج الاسباب، ده الاهم. استاذه مي، طبعا عندما كنا اطفال يعني احنا وشيرين يعني كنا زمان يا استاذه الاطفال بيمارسوا حياتهم بشكل صحي وطبيعي، يعني كنا نذهب الى الانديه الرياضيه، كنا نمارس العاب فيها حركه فيها،
يعني للاسف ما يحدث اليوم انه حتى الالعاب لو كانت باب الشارع يعني. حتى باب البيت يعني. ايوه كان في العاب ايضا شعبيه بسيطة جميله يعني. أيوة. بس كان ايش الطفل او الفتاه بيتحرك بيطلع بينزل بيروح بيذهب. اليوم يا استاذه للاسف ما يحدث انه اصبح الاطفال اسرع للاجهزه الذكيه، اسرع لمواقع التواصل الاجتماعي. انت بحكم انه انت قريبه من هذا المجال كثيرا، هل بتلاحظي انه مواقع التواصل والاجهزه الذكيه اثرت على سلوكيات الاطفال، اثرت في تعاملاتهم، اثرت في صحتهم، اثرت في نفسيتهم؟ وللاسف الشديد ايضا يا شيرين في قبل فتره او قبل سنوات بسيطه يعني ظهرت العاب الحوت الازرق وببجي ووصلت الى حد الانتحار في مجتمعاتنا العربيه للاسف. هذه المواقع وهذه الالعاب والاجهزه الذكيه اثرت فعلا على نفسيه الطفل. حضرتك عندك كل الحق، طبعا الالعاب اثرت جدا بشكل سلبي تماما على الاطفال، واحيانا مش هنكذب على نفسنا، لازم ولا نحط راسنا في الرمل زي النعام. الحقيقه انه الاهل بيستسهلوا وبيبقوا عايزين يخلصوا من زن الولاد، فبيسيبوهم بالساعات الطويله قدام الاجهزه دي. مش هنقدر نمنعها بشكل كلي عشان نكون واقعيين، بس لازم نقنن ده، يعني لازم نقننه. لكن الطفل يقعد بالساعات، انا بشوف اطفال بيقعدوا بالثلاث واربع وخمس ساعات متواصله على الاجهزه، ده يعني مش ممكن، ده احنا بندمر شخصيته. وهذا ايضا اثر على حركه الطفل يعني. اصبح الطفل نايم في السرير وبياخذ الماء والاكل وهو قاعد في السرير، يعني ما عندوش حتى القدره انه يذهب الى المطبخ، يذهب الى تناول وجبه الاكل في مكان معين في البيت كما اعتدنا. يعني احنا بنحرمه ان هو كمان ينمي مهاراته الطبيعيه، فاحنا بنسرق منه طفولته. انا بشوف ان الاطفال الجيل ده مظلومين جدا. احنا عشنا طفوله سويه اكتر، عشنا طفوله فيها يعني زي ما حضرتك قلت، لا يعني كنا بنلعب العاب جماعيه طول الوقت، بنتفاعل مع يا بعض. يا استاذه مش بس الاطفال، للاسف الشديد نلاحظ ايضا اصبح على مستوى الشارع يعني. صح. الشاب او الفتاه يمشي في الشارع ماسك التليفون. المصيبه الاكثر يعني بعض سائقي السيارات يعني بيسوق السياره وهو ماسك التليفون، يعني بيتناسى انه هناك في ارواح في ممتلكات في يعني. للاسف هناك استهتار، للاسف لانه يعني بقوا بيهربوا من الواقع الحقيقي لواقع افتراضي لحياه افتراضيه. فهي دي خلاص سمة عصر، لازم ان احنا نحاول ان احنا نقننها، نحاول ان احنا نولد يعني للولاد حاجات موازيه بقى، يعني ان احنا نعمل نكتر شويه الايفنتات. طبعا كورونا ما جت سنتين اللي فاتوا اكيد اثرت بشكل كبير جدا جدا على الولاد بشكل كبير، وكل الايفنتات الخاصه او الاحداث الخاصه بالاطفال اللي ممكن نعملها لهم قلت كتير للاسف. تعرف انا وشيرين واحنا بنعد الحلقه يوم امس يعني ذكرنا الطفل الصيني يعني لما الفيسبوك عطل حسابه ست ايام اربك العالم وخساره بالمليارات وجنن مارك صاحب الشركه. ايوه عمل كل يعني ما يستهينش سنه وقلب العالم كله. ما يستهينش واحد بالاطفال. لا ما تستهينوش بالاطفال. طيب دكتور سلمى، يعني لو نتكلم عن السلوكيات او الطريقه الجيده لزرع الثقه للطفل، يعني هل مدح الأطفال، هل بطريقة مكافأة الأطفال إذا عمل شيء كويس، كيف ممكن الأب والأم يعززوا الثقة في النفس إذا هم عارفين أنه عندهم الطفل هذا بيعاني بشوية عدم ثقة بالنفس بسبب تنمر، سواء يعني أو كانت الطريقة الخاطئة بالنسبة لهم بعدين صححوها، أو سواء كان بسبب الأثر في المدرسة في النادي في أي مكان، بدأوا يلاحظوا أن الطفل في عنده ثقة عدم ثقة بالنفس في جانب معين، حابب يعزز للطفل هذا ثقته بنفسه، إيش ممكن يستخدم من أساليب؟ هل بالأساليب اللفظية يكتفي يعني فقط بحنان بكلام حلو بألفاظ حلوة، أم لا ممكن يأخذ معه إجراءات ثانية غير كده؟ أنا مؤمنة تماما بالتربية بالحب. الطفل لما يحس أنه هو محبوب وأنه مقبول جدا من الأب ومن الأم سواء مع بعض او سواء منفصلين، ده بيفرق معاه 180 درجه. ده اولا. ثانيا ندور على السبب اللي خلى الطفل ما عندوش ثقه بنفسه. لو بيعاني من التنمر في المدرسه نخليه يواجه، بلاش نمارس على الطفل الحمايه الزايده، بلاش. صحيح. ان احنا اللي دايما لما حد يضايقه في النادي احنا اللي نروح ندافع عنه، هو بعد شويه هيحس انه لازم حد يدافع عنه طول الوقت في حياته وعمره ما هيجيب حقه. ما بقولش ان الطفل يبقى عدواني، بس لازم يتعلم انه هو يوقف اللي قدامه عند حده على الاقل. فالمواجهه دي مهمه جدا. تاني حاجه او اقل شيء يشعرهم ان الكلام ده ما بيأثرش عليا. طبعا ولازم يواجه. في اطفال بيخافوا يواجهوا، فده بيخلي المتنمر يزود اكتر التنمر على الطفل. صحيح. ده
لانه بيحس انه ملوش رد فعل، بالعكس، والتاني بيحس بقوته اكتر فبيزود الموضوع. تاني حاجه انه لازم جدا موضوع المدح يبقى مقنن برضو. التوازن في كل حاجه مهم. المدح الزياده للطفل بيعلمه الغرور، يعني المدح الزياده عن اللزوم وبدون داعي وطول الوقت بيخلي الطفل دايما يتغذى على ده، فلما الناس تبطل تمدح فيه هو هيتهز جدا، لانه هو بيكتسب ثقته بنفسه من خلال المدح ده. هو الناس بطلوا ليه يقولوا لي الكلام الحلو ده، ومش طبيعي ان الطفل هيفضل الناس يمدحوا فيه طول الوقت في كل مكان. استاذه مي، عفوا اضافه الى كلام شيرين، هل مثلا انه الاب عندما يعود ابنه على اعطائه هديه او هي ظاهره ايجابيه، ما هو الطفل ايضا ربما انه يتعود انه لن يقوم بهذا الشيء الا اذا اعطيته هديه او فلوس مكافاه، هل هذه طريقه ايجابيه في التربيه؟ ما هو عشان كده لازم نقول ان في توازن، نعمل ده بشكل متوازن. اعتدال. يعني احيانا ان احنا نجيب له مكافاه من غير ما يبقى عامل حاجه، من غير اسباب، هي مكافاه تعبير عن الحب. ان احنا بنجيب له هديه مش مرتبطه بحدث ان انت عشان عملت كده فانا هكافئك. واحيانا بنحب ان احنا نكافئ الطفل بس ما يكون عامل حاجه كبيره جدا، مثلا في التمرين كان ملتزم جدا لفتره طويله، حتى لو هو ما جابش مثلا ميداليه كويسه بس انت كنت ملتزم انا هكافئك. فالمكافئات مهمه جدا، ولكن التوازن في كل حاجه هو ده اللي ما بيخليهاش تقلب بحاجه سلبيه. طيب استاذه مي، يعاني الكثير من الاباء بصعوبه في التعامل مع الطفل العدواني، هل بتلاحظي انه الاباء مشاركين الى حد كبير في النزعه العدوانيه التي يمتلكها الطفل اذا ما كان البيت مشحون بالمشاكل وبالخلافات الاسريه بين الوالدين؟ بكل تاكيد الطفل سفنجه، هو بيمتص كل اللي حواليه وبيعبر عنه. انت يعني الطفل هو انت مرايته، فكل ما بيشوف الناس بيتعاملوا مع بعض بطريقه فيها رقي وفيها هدوء حتى في اختلاف وجهات النظر، اكيد كلنا بنختلف، بس الطريقه عن التعبير عن اختلاف وجهات النظر دي كل ما كانت راقيه وكل ما كانت هاديه نوعا ما، كل ما الطفل هيتعلم بشكل غير مباشر انه ممكن نختلف على فكره عادي. صحيح. جدا. ولكن على فكره انا بشوف ناس حتى منفصلين ولكن من قد ايه طريقتهم راقيه مع بعض، فالاطفال ما بيتاثروش بده. وبشوف اسر ممكن جدا مش منفصلين ولا حاجه والاطفال عايشين مع الاب والام، ولكن الاثر النفسي السيء اللي الولاد حاسين بيه طول الوقت، دايما الاب يتعامل وحش مع الام او الام تتعامل بطريقه سيئه جدا مع الاب، او تتكلم مع صاحبتها عن الاب قدام الاطفال. صحيح. او الاب يتكلم قدام اهله عن الام بطريقه سلبيه، كل ده يدمر شخصيه الطفل، يدمرها ويخليه ما عندوش احساس حتى بالانتماء. وساعات في اب وام يدخلوا الاطفال جوه صراعاتهم. صحيح. يعني هم عندهم صراع مع بعض فبيبداوا ان هم يدخلوا الطفل ده بينهم، ودي حاجه انا بشوفها اجرام يعني بيعملوه في حق الطفل. فالطفل العدواني كمان انا بشوف يعني ان احنا كلنا محتاجين نتعلم تربيه. الطفل العدواني في اطفال بيبقى سلوكياتهم اصعب من غيره، هما جيناتهم كده. يعني في جزء برضو العامل الجيني عليه عامل كبير مش هنقدر ننكره، ده محتاج صبر رهيب، محتاج ان احنا نصبر على الطفل ده ونحتويه ونعدل سلوكه بكل الطرق، من خلال حدوته، من خلال نشاط هيعمله، من خلال ان احنا نفرغ طاقته، ممكن يبقى عنده طاقه زياده والطاقه الزياده ما بيخرجهاش فخليته بقى طفل عنيف. فاحنا لازم ان احنا نشتغل السلبية. طبعا يبقى عنيف بيلطش في اخواته وبيعمل، عنده طاقه عايز يطلع الطاقه دي. فاحنا ازاي ان احنا نتعامل مع الطفل ده؟ لازم نشتغل عليه فترات طويله ونصبر عليه جدا من غير عقاب وتعنيف، لان برضو طريقتنا اللي فيها عنف هتخليه برضو الطفل عنيف جدا. طيب استاذه مي، يعني لو في بعض الاطفال عندهم يعني تشوهات خلقيه مثلا او اصابات في امن فئه الاطفال، سواء اي اصابه باي شكل من الاشكال، اكيد بيتعرضوا للتنمر طبعا بشكل مكثف، وبتاثر هذه الاشياء على نفسيتهم، سواء في استكمال علاجهم اذا هم بيتعالجوا او حتى في استكمال حياتهم بشكل طبيعي. هنا في هذه المرحله الاب والام ايش ممكن يعملوا مع هذا الطفل اذا كان لديهم طفل معاق او طفل مصاب باي اصابه؟ فكره الدمج هي فكره انا بشوفها منتهى النبل ومنتهى الانسانيه، انه الطفل ندمجه مع اقرانه حتى لو هو مش شبههم قوي او مختلف عنهم في حاجه. وربنا بيعمل كل حاجه لحكمه. لو احنا حسسنا الطفل انه عادي وانه مش سبيشال وانه مش حاله خاصه، هو كمان هيحس بده، فده هينعكس على تصرفاته هو شخصيا، هيبقى عنده ثقه نفسه يتعامل. وده انا شفتها في حالات كتير، في اطفال ما بيمشوش، في اطفال ممكن عندهم مشكله في السمع، في اطفال عندهم مشكله في البصر،
بس من كتر ما الاب والام بيتعاملوا بشكل ما فيهوش دراما قوي وبشكل فيه تقبل للطفل وبيحسسوه ان انت طبيعي جدا، ده بيخلي الطفل عنده ثقه بنفسه. تاني حاجه، احنا لازم نرفع الوعي عموما في المجتمع، وده صح. كلام مش مرسل بقى، ده كلام حقيقي. لازم الطفل المتنمر ده احنا نتكلم مع الاهل عشان نعلمه ازاي ما يبقاش متنمر. الطفل المتنمر ده متنمر ليه؟ عشان هو اتربى في بيئه لقى ان الاب بيتريق ان الام مثلا تخينه شويه، او الام بتتريق على الخاله، او هو اتربى في بيئه كلها تنمر، علشان كده هو ابن بيئته. فاحنا لازم نرفع الوعي، بلاش التهريج بالتنمر على بعض، لان الطفل بيلقط ده وبيشوف ان ده حاجه دمها خفيف وبتضحك، مع انها حاجه بتجرح جدا وممكن مش كل الناس تتقبل ده ابدا. يعني استاذه انت ذكرتي هذه النقطه المهمه جدا. للاسف يعني في بعض الاشخاص يعني ما بيتعاملش تعامل راقي مع اولاد مثلا صديقه، صح؟ يعني مثلا بيزور صديقه في قد تختلف مثلا لون بشره الطفل، فمثلا يعني بيعيره باللون او بشعره او حولل في عينه، هذا كمان بيأثر على نفسيه الطفل، لان الطفل ايضا هو كائن يعني حساس جدا. طبعا لابد ان يكون تعامل الاشخاص مع اطفال اولاد اصدقائهم يكون تعامل راقي، صح. يعني الطفله مثلا ممكن اشجعها، يعني ايش الجمال هذا، انت حلوه، انت جميله، انت ايضا يعني الولد اشجعه، انت بتراجل انت، صح جدا. فهذا مهم جدا يعني، ما هو ده رفع الوعي، ده دور الاعلام بقى اللي حضراتكم بتعملوه بجد وبنشكركم عليه، انه ممكن الناس بيعملوا ده بحسن نيه جدا، مش قصدهم حاجه، بس لازم يعرفوا ان تاثير ده ايه. احنا قبل ما نعمل التصرف اللي هو فاكرين دمنا خفيف فيه، لازم نعرف تاثيره على قدامنا ايه. يعني في ناس مثلا يقعدوا يقولوا اللي قدامهم ايه الوحشه دي، من باب انه يعني ايه ما بنحسدش الطفل. لا، ما هو الطفل بيأثر فيه الكلمه على فكره وبيضايق، او انت شعرك مش طالع ليه لمامتك حلو، او انت ليه طالع اسمراني، ايه ده، جايبين الوحشه دي منين؟ ده كلام سيء جدا، وعلى مختلف المجتمعات العربيه كلنا بنعمل ده بشكل او باخر، وده غلط جدا جدا، لانه الطفل الكلمه دي بتفضل دايما طول الوقت بتتردد جواه، ودايما بيحس ان هو لا. يعني احنا لازم نحسن الصوره الذاتيه للطفل، نخليه شايف نفسه كويس، شايف نفسه حلو، شايف نفسه مختلف. لازم نقبل ان كل انسان فينا مختلف وعنده حته ربنا ميزه فيها. طيب بتشوفي يا استاذه انه المدرسه لها دور فاعل الى جانب الاسره لتعزيز ثقه الطفل بنفسه، وهذا ياتي طبعا من خلال انه يعني تفعيل الانشطه المدرسيه، يعني هذا كله بيساعد ان الطفل يكون عنده شخصيه قويه عندما يمارس الالعاب، عندما يحقق مراكز يعني متقدمه في ممارسه هذه الانشطه. الالعاب الجماعيه عموما بتقوي الشخصيه جدا وبتنمي مهارات هايله عند الاطفال. مدرسة ليها دور كبير جدا زي البيت بالظبط، لان الطفل بيقضي فيها معظم يومه، فاحنا لازم نعالج الاطفال اللي بيتعاملوا بطريقه سيئه في المدرسه، نعالج ده ونتواصل دايما بشكل ايجابي مع المدرسه، ونحاول ان احنا نحط يعني رولز واطر محترمه كده للتعامل، ونراعي جدا نفسيه الطفل، دي اولويه. طب استاذه مي، يعني قبل ما ننهي معك نقاش حول الموضوع، يعني ما هي اهم الرسائل التي بتوجهيها لكل اب ولكل ام، وايضا برايك ما هو دور الاسره كاسره ودور المجتمع في زرع ثقه الاطفال في نفسهم بشكل اكبر؟ ان احنا نتعامل مع الطفل بانسانيه، نتعامل معاه انه هو كائن كبير زينا بيحس، والطفل فعلا كائن حساس جدا جدا. نتعامل معاهم، نربيهم بالحب، نقرا كتير عن التربيه الايجابيه. بالنسبه للمدرسه، لازم ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتواصل مع المدرسه، ان احنا نحافظ على نفسيه الطفل جدا. بالنسبه للاسره، نقلل المشاكل، نزود الوقت اللي بنقعده مع الاطفال بشكل كبير، نحسن صورتهم الذاتيه قدام نفسه. بتشوفي يا استاذه مي انه ايضا الشباب بشكل عام يعني ارتباط الطفوله او حياتهم كاطفال بتاثر في تكوين شخصيتهم عندما يصلوا الى سن المراهقه؟ طبعا، يعني دكاتره النفسيين عيادتهم مليانه دلوقتي بسبب مشاكل الطفوله، يعني السيشنز الغاليه جدا اللي بتتاخد، لو احنا قعدنا مع الطفل بشكل كويس وعالجنا عنده المشاكل دي من صغره، مش هيحتاج بعد كده ان هو يأذي غيره. ليه؟ مش هنقابل الشخصيات النرجسيه اللي بنقابلها في الحياه، الشخصيات الانانيه، الشخصيات العدوانيه، احنا بنقابل طول الوقت شخصيات سيئه جدا عندهم مشاكل نفسيه، فطبعا ده بسبب الطفوله، كلها مشاكل نابعه من الطفوله للاسف. وللاسف احنا ما بنهتمش
كمجتمعات عربية. صحيح. يعني رغم أنه الإسلام يعني عمل مبادئ جميلة جدا، يعني في حديث جداً. عن الرسول علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني هذه الهوايات أو الرياضات هذه بتخلق ثقة عند الطفل، يعني عند الأولاد. صح. وبتبني منهم شخصيات إيجابية تكون قادرة على التغيير في مجتمعاتهم وتخلق منهم شباب فاعلين في المجتمع. أكيد طبعا، يعني احنا لو التزمنا بالتعليم الدينية أكيد أنه أول 7 سنين حتى من عمر الطفل دول قد إيه مهمين، وقد إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد عليهم الصلاة والصيام ونحتويهم فيهم كمان ونقبلهم. مفيش عقاب قبل 7 سنين في الإسلام. للأسف في أمهات بيضربوا الطفل يعني بيعملوا أساليب من العقاب بشعة قبل سن ده بكتير، سن 4-5 سنين. أنا بشوف أمهات بيعاقبوا بشكل أنا ببقى عندي ذهول، مش مصدقة إن هم قلبهم وطواحهم إن هم يعني عاقبوا طفل عشان كسر كوباية ولا عشان تصرف بشكل الشكل يعني بشكل غلط، وده متناسب مع طبيعة سنه. يعني السن اللي هو سن 2-3 سنين ده طفل بيتعرف لسه على البيئة اللي حواليه، طبيعي إنه يكسر وطبيعي إنه يعني يحاول إن هو يعمل حاجات بيكتشف بيها البيئة اللي حواليه. فاحنا كأمهات لازم وأبهات لازم نبقى عارفين طبيعة سن الطفل، فاحنا لما نتفهم طبيعة سن الطفل ده هنفهم ازاي نعرف نتعامل معاه بشكل أكثر هدوء. طبعا يعني في بعض الأمهات يعني زي ما ذكرتي حريصات أو شديدات في بعض المواقف، يعني بتحاول هي بتكون بشكل بيرفكت وكذا، بتحاول تورث الصفات دي لبناتها بالذات لو كان بنات أو للأولاد. فهنا بتخلق نوع من أنواع الضغط على الطفل طبعاً، ونوع من أنواع الوسوسة طبعاً بلا شك. هنا كيف ممكن نتعامل يعني إذا كان الأم بهذه الطريقة وبدأت تدرك أنها يعني لا السلوك ده غلط؟ لازم تقلل وتدي مساحة لطفل أنه يغلط، تدي له مساحة. أنا مش بقول تسيب الموضوع بلا أي توجيهات، توجه ولكن مش متعلقش على كله. يعني حتى في الإسلام فكرة التجاوز لازم نتجاوز شوي، ما نعلقش على كل حاجة، لازم نفوت للطفل شوي. يعني لو عمل 10 تصرفات غلط في اليوم نعلق على 4-5، بلاش على كل التصرفات، لازم نتجاوز شوية، نفوت شوية، قلنا له على الحاجة دي غلط ما نرجعش تاني نقوله عليها، نستنى شوية يوم تاني نقوله عليها. يعني مش كل حاجة كومنتات طول الوقت أو تعليقات سلبية طول الوقت، لأن التعليقات السلبية بتخلي الطفل دايما حاسس إنه هو غلط، هو دايما بيتصرف غلط، فما عندوش ثقة في الفعل اللي هيعمله بعد شوية، ما عندوش ثقة في التصرف اللي هيعمله، فيطلع شخصية مهزوزة ما بيعرفش ياخد قرارات مصيرية في حياته على فكرة. فدي ودي حاجات نماذج احنا شفناها في أشخاص كبار بيبقوا خلاص اتعودوا إنه عندهم وسواسة، إنما شخصيتهم مهزوزة جدا ما يعرفوش ياخدوا قرارات مصيرية في حياتهم، فده بسبب التربية الغلط. فلازم الأمهات والأبهات كمان يعني يغيروا يبقوا أكثر مرونة شوية، يعني يعبروا عن حبهم للطفل. التعبير عن الحب ده مهم جدا وفعلا سحر، لما الطفل يحس انه الاب والام بيحبوه ده نص علاج المشاكل كلها على فكره. طيب يا استاذة بتشوفي انه تربيه زمان اختلفت على تربيه اليوم؟ اكيد بسبب التطور الحاصل الان. يمكن الوعي زاد دلوقتي بقينا، بس الحاجات اللي بقولها دي جايز جدتي كانت بتطبقها بالفطره، وجده حضرتك وجده حضرتك جايز جدا يبقى الاب والام كانوا بيطبقوها بالفطره. فكل زمن له طريقته، وحتى برضو دينيا دايما احنا عارفين انه كل نتعامل مع الاطفال على حسب زمنهم، زمنهم اكيد غير زماننا، لازم يبقى عندنا التفاهم والوعي ده. احنا بقينا لقينا مسميات التربيه الايجابيه والتربيه بالحب وبقينا يعني درسنا ده، ولكن ده موجود بالفطره على فكره، بالفطره من صغرنا. اكيد هتلاقي لو تفتكر هتلاقي الجده ازاي كانت عطوفه وبتتعامل ازاي بطريقه يعني بالفطره السليمه، بتعرف ازاي تربي وبتزرع مبادئ، وممكن ما تكونش متعلمة وبتعرف ازاي تزرع مبادئ وتعلم الطفل الصدق والأمانة وكل الأخلاقيات الإيجابية والنبيلة. طيب أستاذة طبعا تقريبا وصلنا معك في ختام هذه الفقرة، ما هي النصيحة التي تودي أن تقولها لكل أب لكل أم غير مبالي بتربية أولاده، منشغل بالحياة، منشغل بملذات الحياة، منشغل عن 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 أسرته؟ والله الطفل مش صورة في برواز، هو أنت مش بتكمل بيها شكل الاجتماعي إن أنا متجوز فعندي عيال. الطفل محتاج رعاية، محتاج حب، محتاج صدق مع النفس في التعامل معاه. الطفل لازم نديله الوقت اللي هو يستاهله، لانه انسان محتاج يحس ان هو محبوب ومحتاج يحس ان هو محل اهتمامك، محتاج يحس ان هو اولويتك، واللي بنزرعه هنلاقيه. زرعنا حب هنلاقي الحب ده لما هنكبر،
زرعنا قسوه واهمال برضو ما نزعلش ابدا، لان الاطفال اللي بيرموا اولادهم بعد كده يكبروا يرموا ابهاتهم في دور مسنين. صحيح. إذن الأستاذة مي عبد الهادي كاتبة وباحثة تربوية شرفتينا وطبعا استفدنا من النقاش. والله شرف لي بجد، شرفت بيكم جدا يعني. أتمنى أن يكون أيضا الأستاذة المشاهدين استفادوا، وإحنا أيضا استفدنا الكثير من هذه المعلومات. ربنا يخليك. نتمنى لك المزيد من التعلق في مهامك العملية والأكاديمية. شكرا جزيلا، شكرا، شرفت بيكم. السادة المشاهدين، سوف لدينا العديد من الفقرات التي أتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم. أحيت الفنانة اليمنية أروى والفنان حسين محب حفلا فنيا ضمن فعاليات المهرجان الأول من إيقاعات أكسبو الذي انطلق بعنوان إيقاعات العالم، ويتضمن سلسلة من المهرجانات الموسيقية والفنية المتنوعة بمشاركة نجوم من جميع أنحاء العالم. طبعا الفنانة أروى والفنان حسين محب على مسرح اليوبل في أكسبو 2020 قدموا العديد من الأغاني اليمنية وأيضا الأغاني الخليجية لتكون يعني ضمن فقرات المهرجان، وتجتمع الفنانة أروى لأول مرة مع الفنان الإسباني العالمي ميغيل بوفيدا في ديو غنائي باللغة الإسبانية. تأتي هذه المشاركة للنجمة أروى كأول مشاركة فنية تمثل اليمن في أكسبو خلال معارض أكسبو الدولية التي تنظم كل 5 سنوات حول العالم. ومن المقرر أن تحيي الفنانة أروى والفنان حسين محب حفلا غنائيا ضمن الأنشطة التي ينظمها الجناح اليمني في أكسبو دبي 2020 بقيادة الدكتورة مناهل ثابت. كيف السبيل إلى وصالك دلني، وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. يا يا ليل، نقول يلا مع بعض. خطر غصن الجنة، خطر غصن الجنة، وارد على الماء نزل غريب، أنا ومار جنبي، ومار جنبي أروى، وباش فنورنا، وباش فنورنا نحوي وصوار سماعتنا، وصار قلبي، وصار قلبي أنا يا
طبعا مشاهدينا هذه كانت بعض الأجواء الاحتفالية اللي كانت في إكسبو 2020 صبرية. شفنا طبعا الجناح اليمني في معرض إكسبو 2020 وكانت يعني لفتة جميلة حلوة وركن رائع للجناح اليمني. هناك كانت كل المعرض بالطريقة الإلكترونية وبطريقة حديثة جدا. ف يعني احنا فرحانين جدا بالمشاركة هذه ان شاء الله ودائما نستمر. رأيك إيه في الثنائي بين أروى وحسين؟ كان جو حلو. ثنائي مميز. تعرف يا شيرين الموسيقى لغة عالمية بيفهموها جميع شعوب العالم. الناس زي ما شفنا في دبي فعلاً. يعني متعايشين أكثر من 190 دولة. يعني الحب والسلام والموسيقى هذه يجب الأشياء التي يجب أن تنتصر على ثقافة الموت. يعني الناس كلهم متعايشين المسلمين والمسيحيين. فللأسف يعني ما يحدث في البلد هو شيء موجع وهم استطاعوا أيضا خلال هذه المشاركة زرع البسمة منحنا يعني دفعة قوية من التفاؤل أنه القادم أجمل بإذن الله وأنه لغة الحب سوف تستمر على لغة العنف. نتمنى طبعا نتمنى أن ينتهي الصراعات في بلادنا وتبقى اليمن إن شاء الله دائما رافعة علمها في كل الأماكن في كل المهرجانات في كل المشاركات حول العالم. أسعد المشاهدين أيضا في خبرنا الثاني اختتم مهرجان الأردن للإعلام العربي دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمان التي بدأت في 3 أكتوبر وذلك تحت رعاية وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر الدودين مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة. وطبعا اليمن شارك في كلمة ألقتها روان العامري التي دعت العالم إلى الوقوف إلى جانب اليمن وإحلال السلام الذي طال انتظاره منذ سنين وحان الوقت ليحل على اليمن واليمنيين. أخذ الفنان مراد سبيع الملقب ببانسكي اليمن على عاتقه توثيق فظائع الحرب في اليمن خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أنه الحرب تبتلع كل شيء. طبعا الفنان اليمني مراد سبيع لا يمتلك يعني سوى فن هو يلقب ببانكسي اليمن وخاصة لديه الفن الجرافيتي يعكس ويوثق الحرب في اليمن وأيضا يعكس الحروب وممزقته وبات أيضا يعاني بلدنا للأسف من أزمة إنسانية على مستوى العالم وكل ذلك انعكست في رسومات الفنان. السادة المشاهدين أبرز أعمال سبيع هي صور باللونين الأبيض والأسود وراء خلفية حمراء فيما تحل ثقوب سوداء ضخمة محل عيون هذه الشخصيات المرسومة كما تشاهدون معي في الشاشة. فيما كتب مراد أن الحرب تعد أحد الجذور الشريرة وتحول البشر إلى وحوش وضحايا فيما بقي آخرون في مقعد المتفرج. طبعا كما ذكرنا شارك أيضا اليمن في كلمة ألقتها روان العامري ودعت العالم للوقوف إلى جانب اليمن وإحلال السلام الذي طال انتظاره منذ سنين وقالت أنه حان الوقت ليحل السلام على اليمن وعلى اليمنيين. نتابع. ولنا سلام الحضور جميعا كل باسمه وصفته تحية مملوءة بالود والتقدير تحية محبة من أرض تحتاج السلام سلام يعم أرضي وبلدي يطفئ نار الحرب سلام لكل شبر في بلدي عانى وتعلم سلام ولا شيء سوى السلام مهما يكن أيها اليمنيون فما يزال فيكم قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية فأنتم أرق قلوب وألين أفئدة فهيا التفوا للسلام وأعيدوا لليمن فجرها الزاهي
وحضارتها الفاخرة، واجعلوا من تراثكم العظيم فخر أجدادكم الذين فتحوا الدنيا وابتكروا السلام ونشروا المحبة وأسهموا بنهوض كل البلدان التي هاجروا إليها وعمروها وأشادوا تطورها. أعيدوا كل هذه المفاخر وهبوا للسلام، واجعلوا اليمن من جديد اليمن السعيد لتبتسم على الدوام، ولتكن كما وصفت في الذكر الحكيم بلدة طيبة ورب غفور. أيها اليمنيون، هذا وطنكم لن ينهض إلا بتكاتفكم وتعاونكم، فقد عانى كثيرا. هذه مهمتكم فاستعدوا لها، واشكروا لكل أخوانكم العرب الذين وقفوا بجانبكم، ولأن تزدهر اليمن وتعود كما كانت فخر العرب وأصلهم الباهي ومجدهم التليد. لليمن السلام ولكل أبنائها الوئام. التحية لأشقائنا في الأردن وكل الأقطار العربية، غدا سيكون جميلا ومزدهرا بكم، فهيا إلى السلام. ابنتكم الحالمة طبعا. مشاهدينا، تنضم إلينا عبر السكايب روان العامري، ممثلة اليمن في مؤتمر الإعلام في الأردن. صباح الخير روان. صباح النور. طبعا بداية لو نتكلم، ما هي الرسالة التي تريدي أنت إيصالها للعالم من خلال كلماتك الداعية للسلام في هذا المهرجان؟ طبعا رسالتي ورسالة كل أبناء وطني هي رسالة واحدة، يعني ما فيش أي جدل فيها، وهي أوقفوا الحرب. لن تعود اليمن كما كانت، ولن تعود كما كانت على أيام أجدادنا وأجداد أجدادنا، إلا إذا تكاتفنا وتعاوننا وكنا مع بعض يد واحدة. هذه رسالتي طبعا يوجهها للسلام ولكل إنسان يمني، أوكي، أو مش يمني، خلينا نقول كل إنسان بغض النظر عن لونه، جنسه، عرقه، دينه. واجب عليه أنه يحيا حياة كريمة يعيشها في بيئة صحية، يعني بعيد عن الحرب والدمار والعنف اللي جالسين بيشهدوه أطفال اليمن واليمن بشكل عام. طبعا روان، لو تكلمينا بس شوية عن المهرجان، إيش كان المهرجان في الأردن؟ المهرجان كان عبارة عن يعني المهرجان هو مهرجان الأردن الإعلام العربي الرابع. شارك فيه اليمن بكثير أشياء، شاركنا برقصات فلكلورية لليمن، شاركنا بكلمة للسلام مثلتها أنا يعني للسلام، شاركنا بافتتاح كمان إنجازات كانت لليمن، وكانت زي كذا، كان كذا المهرجان يعني، وكان في كثير دول مشاركة بالمهرجان بحضور كثير أشخاص مشاركين من دول مختلفة وكبار شخصيات مهمة كانت موجودة. حلو، كيف كان تفاعل اليمنيين سواء المقيمين في الأردن أم تفاعل أيضا الحاضرين الموجودين في هذا المهرجان؟ كيف تقيم صراحة التفاعل؟ صراحة رائع، يعني حب اليمنيين لليمن وشغفهم ويعني وعاد ثقتهم بأنه اليمن رح ترجع زي ما كانت، صراحة تعطي واحد حماس أنه يتعب علشان اليمن ترجع زي ما كانت. يعني لما تشوفي الشباب فعلا متحمسين وعندهم هذيك الأفكار والحماس، تحسي أنه لا، لسه الدنيا فيها خير ورح نرجع زي ما كنا اليمن السعيد، ورح نرجع متفائلين، ورح نرجع أحسن دول العالم لو بس أعطونا الفرصة وخلونا نبدع وخلوا اليمن ترجع زي ما كانت وأوقفوا الحرب فيها. روان، طبعا نسينا ما نقول لك صباح الخير، وأتمنى أن يكون صباحك جميلا. إطلالتك طبعا جميلة عبر شاشة قناة اليمن اليوم وعبر برنامجنا المباشر صباح اليمن اليوم. طبعا احنا تابعنا لهذه الفعالية، شعرنا بفخر كبير جدا ونحن بنشوفك وانت بتلقي الكلمة ممثل عن اليمن. انت ما شاء الله بتقدمي الكثير من الرسائل وانت صانعة محتوى، حدثينا عن تجربتك في صناعة المحتوى. أول حاجة صباح الورد، شكرا لكم جدا صراحة، وجدا سعيدة أن أنا متواجدة اليوم معاكم ويشرفني. صناعة المحتوى بالنسبة لي شغف للتغيير، شغف أنه إحنا أنا واجبي، وهي مسؤولية طبعا كبيرة وعاتب علي أنه أنا لازم أرتقي بمستوى شعبنا لأعلى المستويات الممكنة عشان نرتفع. لو يعني تفكيرنا تغير وتبدل، أنا متأكدة أن إحنا بنصير أفضل شعوب العالم، وثقتي في اليمنيين وثقتي في الشعب العربي كامل مش حتنهز ومستحيل، لأنه إحنا كشباب لو أعطيتونا الفرصة حنكون أفضل شباب في العالم، وحنعطي أفكار وحننشر السلام، لأنه إحنا سفراء للسلام قولا وفعلا، بس ما فيش الفرصة اللي تنعطى للشباب. هذه رسالتي كصانعة محتوى صراحة. طيب يا روان، للأسف بأنه بعض المؤسسات الإعلامية العربية ساهمت في تأجيج الصراعات وإشعال الحروب للأسف في الكثير من الدول، منها العراق، سوريا، ولبنان، واليمن
وفلسطين أيضا، كيف نستطيع مواجهة هذه المؤسسات الصفراء؟ كيف نستطيع أن نكون قادرين على صنع محتوى إعلامي يسعى إلى الحب، إلى السلام، يسعى إلى المحبة بين الناس، أن نكون مجتمعات عربية فاعلة يسودها الحب والاحترام؟ خلوني أقول لكم، في مؤسسات فعلا إعلامية جالسة بتنشر الحقد والكراهية والغل، وهذا الشيء لأسباب يعني خلينا نقول بالنسبة لي أنا مجهولة، وممكن تكون يعني ما لاش أي داعي. إحنا واجبنا كشباب إن إحنا إذا كل شخص حمل على نفسه مسؤولية إنه ينشر السلام في المجتمع، تخيل أنت لما كثير من الأشخاص أوكي يجتمعوا ويعملوا ويحاولوا إنهم يحاربوا هذه المؤسسات ويحاولوا إنهم ينشروا السلام في كل دول العالم، في العراق، في اليمن، في سوريا، إذا كل الشباب اتحدوا على السلام وطلعت كلمتنا وكبرت والكل بدأ يدعم السلام في الدول العربية حترجع الدول زي ما كانت. بس المشكلة إنه فعلا في الإعلام جالس أحيانا بيشوه صورة السلام، فواجبنا قلت لكم كشباب إن إحنا نطلع، إحنا كشباب كل شخص يمسك كذا كاميرته ويطلع في السوشيال ميديا ويتكلم عن السلام وكيف يعود السلام للدول هذه. وطبعا لو اجتمعنا وصار صوتنا أعلى فحنوصل لمؤسسات كبيرة وناس جدا كبيرة إنها ممكن يعني ممكن تتغير. طبعا روان العامري ممثلة اليمن في مؤتمر الإعلام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الصباحية، ونتمنى لك إن شاء الله المزيد من التوفيق في كل المهرجانات، وأن نمثل جميعنا جميع شباب اليمن، اليمن بصورة جميلة خارج الوطن وداخله. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال بقية فقرتنا. قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا أنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة بكوفيد 19 في 6 محافظات و8 حالات وفاة، ارتفاعا من 28 إصابة وحالتي وفاة يوم الخميس الماضي. وتوزعت وفيات اليوم بواقع 4 حالات في محافظة حضرموت النفطية في شرق اليمن، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وحالة واحدة في كل محافظات عدن وتعز ولحج والمهرة. وذكرت اللجنة التابعة للحكومة ومقرها عدن إن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب شرق البلاد ارتفع إلى 9333 إصابة، تعافى منها 5900، ولا تزال هناك أكثر من 1600 حالة ناشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1773 إصابة. وخبرنا الصحي الثاني مشاهدينا، أكد أكبر مسؤول إنساني يتبع الأمم المتحدة في اليمن أنه في حين تم تجنب المجاعة على نطاق واسع من البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أنه نبه إلى أن الوضع لا يزال هشا وأن العديد من البرامج الأساسية لا تزال عرضة لخطر المزيد من التخفيض، ومحذرا من أن 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة، كما أن البلاد تعاني من نقص شديد في اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. سجل في اليمن آلاف الإصابات بوباء حمى الظنك الذي ينتشر في عدة مناطق، حيث تتصدر محافظة الحديدة أعداد الإصابات وأيضا الوفيات، تليها محافظة تعز. وكشف مصدر طبي عن الوضع الصحي والوبائي في المحافظة، حيث سجل مكتب الصحة 5600 حالة إصابة بحمى الظنك في محافظة تعز منذ بداية العام 2021، وأوضح أنه من كثير من الحالات هناك أيضا 500 حالة جرى تسجيلها خلال سبتمبر. سادة المشاهدين، ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي تيسير السامعي. صباح الخير أستاذ تيسير، أتمنى أن يكون صباحك جميلا رغم الأخبار الموجعة حول حمى الظنك. طبعا أستاذ تيسير، الحالات تزداد في محافظة تعز يوما بعد آخر وسط غياب السلطة المحلية والمنظمات الدولية، ما هو الحل لإنقاذ هؤلاء من الموت المحقق؟ طبعا كما تعرف اخي الحبيب انه حمى الظنك هو مرض مستوطن في مدينه تعز، يعني له سنوات طويله، وكل عام يتكرر انتشار المرض بسبب مواسم الامطار. هذا العام سجلت حالات كثيره بلغت اكثر من 5600 حاله من بدايه العام،
حتى اليوم اكثر من 500 حاله سجلت في شهر سبتمبر مستمر. وطبعا هذا العام هناك غياب تام للمنظمات الدوليه. كنا كل عام نقوم بحملات رش ضبابي وحملات توعيه مدعومه من منظمه الصحه العالميه ومنظمات، لكن هذا العام بصراحه المنظمات هناك صمت مريب جدا من قبلها رغم تزايد الحالات. طبعا السلطات المحليه والسلطات الصحيه تقوم بما تقدر عليه من خلال الامكانيات المتاحه، لكن هذا الجهد يظل جهد بسيط ومتواضع مقارنه بحجم الكارثه التي تعانيها المدينه وبسبب هذا المرض المستفحل الذي ربما يعني له عقود من الزمن. طبعاً. لذلك نحن الان تفضل. نعم، لذلك نحن ندعو الاخوه في منظمه الصحه العالميه ومنظمات الدوليه الى ضروره الانتباه الى هذا الوباء، ليس الحمى الضنك بل ايضا الملاريا، فالملاريا ايضا سجلت اعداد كبيره اكثر من 23 الف حاله اضافه الى ان حالات كثيره جدا يعني التي ربما لا تصل الينا يعني. أستاذ تيسير بس يعني طبعا احنا عارفين انه بعض المنظمات زي ما ذكرنا قللت الميزانيات، وايضا كما ذكرت انت انك لا توجد هناك التفاعل المطلوب مع هذه الكارثة البيئية مع الأسف، ولكن لو نتحدث عن بعض النصائح الطبية للأمهات في البيوت في معالجة سريعة إسعافات أولية لهذه الحالات في المنازل، ما هي أهم هذه المعالجات السريعة؟ طبعا نحن اهم المعالجات هي المعالجات الوقائيه العامه. نحن ايضا ندعو امهات ربات المنازل الى ضروره التخزين السليم للمياه الشرب، لانه التخزين الغير السليم للمياه الشرب هو السبب الرئيسي في انتشار البعوض الناقل لحمى الضنك بسبب انه مدينه تعز تعاني من ازمه مياه، فيأمل السكان بتخزين المياه داخل الدفن والخزانات، وهذا يكون مؤرق لكثره البعوض الناقل لحمى الضنك. نحن طبعا نقوم بحملات توعويه وندعو الاخوه المواطنين الى ضروره التخزين السليم وتغطيه المياه التي مكشوفه بحيث تمنع تكاثر البعوض الناقل للفيروس. كما ايضا ندعو ايضا انه ضروره اي شخص يعاني من حمى ان يقوم باسعافه او باسعافه الى اقرب مركز صحي، وعدم اعطائه اي مسكنات سوى مسكن البنادول الخاص، لانه هناك المعالجات الخاطئه قد تؤدي الى مضاعفات خطيره جدا للمضاد ضد حمى الضنك. حمى الضنك بحاجة إلى مركز خاص متخصص بهذا العلاج. نحن منذ سنوات نحن نطالب بأن يتم إنشاء مركز متخصص لعلاج حمى الضنك، يكون عليه أطباء متخصصين بحيث يأخذ المركز العلاج من شخص متخصص، لأنه الآن المعالجة الخاطئة هي السبب في وصول الكثير إلى مضاعفات شديدة جدا. نعم. نتمنى الصحة والسلامة لجميع المرضى إن شاء الله. أستاذ تيسير سامي كنت معنا مداخلة صباحية في هذا الصباح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا طبعا داهمنا الوقت، وفي الأخير ما نستطيع أن نقوله هو أن الإرادة هي ما تدفعكم للخطوة الأولى على طريق الكفاح، أما العزيمة والتحدي فهما ما يبقيكم على هذا الطريق حتى النهاية. قد تكون أفضل الطرق أصعبها، ولكن عليكم دائما اتباعها، إذ أن الاعتياد عليها سيجعل الأمور تبدو سهلة. السادة المشاهدين، الأفعال، الأقوال، دليل العزيمة الصادقة والتحدي. سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن التحدي ألا يبقى حيث سقط، وأفضل وسيلة للتغلب على الصعاب اختراقها وتجاوزها. لا تنسوا ابتسموا دائما في وجه الحياة. دمتم مرحبا.